الزباين اللي يبونهم الصبر. تركب الواحد تقول له بوصلك المكان اللي تباه بريال ونص، يحاودك على النص، نزلني خفضني. سوبر ماركت ها ولا تاكسي، ما يدري انه ورانا بترول آيل ديزل. لا حول قوة الا بالله العلي العظيم. لكن ما عليه، الرزق محتاج الى صبر. وانت ليه قلت 12 ريال؟ ماشي امل تخفض شويه؟ سوي لي تخفيض. فعليك، في امل وفي وداد وفي حكيمه. برنامج ما اطلبه المستمعون، اخفض لك، ليش ما اخفض لك؟ وصلنا خير، كم تباها اخر؟ بعطيك اياها ب 11 ونص، مو قلت؟ بل بل الله راسك، شايف اني اوزع بضاعتي على الفاضي انا؟ هذه حلال والحلال عديل الروح. ب 10 ريالات تبيع ولا اسير؟ هات. طفرتني، رفعت لي ضغطي. هذا البياع الشاطر، إن ما تبيع لك في اليوم 20-30 حبة، ويش خانتك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شو شاري ما شاء الله؟ هذا لحم. لحمة؟ اليوم غالي ولا رخيص؟ ما غالي والله، غالي.
ريالي ده؟ ريالي ده. حاجة مستعجبني؟ الحمد لله. ممتع. السلام عليكم. عليكم السلام. كم هذا حلوة؟ خروف استرالي كيلو جرام. هذا شو اسمه؟ خروف استرالي. خروف استرالي؟ وهذا لحم؟ شمالي غنم. سلام. غنم غنم. غنم. وهذا؟ هذا خروف بزبل. من الجبل. ما في هذا وين؟ هذا الصومالي. صومالي. زين. كم هذا؟ هذا كيلو جرام 8. ها؟ جرام 8. ما تعجبني ترى؟ سوي لي كيلو واحد. كيلو واحد؟ ايه. ها رغيف تعال تعال خلاص خلاص انا ما يبغي لحم انا ياخذ دجاج لحم هذا ما يعجبني انا يعجبني دجاج مع السلامه دجاج ما يعجبني صباح الخير سالم صباح الخير سالم سالم صباح الخير هلا هلا بشمس الأنوار كل هلا صباح الخير صباح المشمش صباح البطيخ صباح المستحفل هذه صديقتي نجاة تفضلي هلا نجاة نجاة أنا غارق بالبحر المهم صديقتي نجاة تريد تشتري جهاز نقال عيوني اللي فيه العدسات أركب لها إيش 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 عشان شنتي يا شمس حدك ترى بقص لسانك قص قصيه وخليه سندويشة لسان وحطي فيه مايوفيز وتشيك أب تقولي لي ايش من الاجهزه تبيني؟ اريد جهاز N85 من عيوني عندي حارش جهاز مستحمل والكاميرا شغاله والذاكره 128 حصان كما ذاكره عمي معيوف ما صدقت تحصل زبون اخوي توصلني لو تبى صلاله اوصلك انزين يا سالم ما قلت لنا كم سعر النقال انا اقدر اقول لك سعر معين انت تهمسي تأشري ما عليه لازم تقول لأن الشيء لي أنا مو لي هي وبصراحة أنا ما أريد شيء من عندك ببلاش زين نحن ما نختلف في السعر 50 ريال زينات احنا جايين نشتري من عندك شيء بالمعقول كلام عسل وما خذيت منكم ولا بيسة فايدة 50 ريال وإذا ما عندكم عادي أعطي الفلوس لشمس خلها تجيب لي بكرة الفلوس والحمد لله موجودة تفضل زاد فضلش شمس
انت راضي عني؟ كل الرضا يا سالم. مشكور يا سالم. انتوا اللي مشكورين على الجاية وكل يوم تعال شمس. نعم؟ لا تنسي يا شمس تشجع المنتخب. ان شاء الله فايزين. اكيد. ودعواتك انت ونجاس. اسمعني يا ريان، صار لي 5 سنين وانا اشتغل في هذا التاكسي. لا وزيدك من الشعر بيت بعد، اشتغل ناطور مدرسة، وكل اللي قدرت احصل عليه 3 ريال. ولا يهمش، دقيقتين وبند الدكان. ولا يهمش. ها لحظة لحظة. الو. لا لا لا، بنتظرك العصر. انا اقول لك بنتظرك العصر، جيب السامان. لا لا لا، في الليل انا ما اقدر، لان اليوم مباراة المنتخب في الليل. انزين يلا. مات الريان جاي ورطة عندي وفي سيارتي. ياي ورطة. تكلم يا الميت، ارمس قول لي ايش اسوي. لا قوة الا بالله. ايش اسوي؟ شو اسوي؟ شو اسوي؟ الو اخت سلمى، انت في البيت؟ لا تطلعي، انا جايينك. لا 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 لا، اصبر. يا 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 امي امي امي، ايش فزعتيني؟ ايش فيش؟ ما اقدر اقول ايش فينا الا لما يرجع خالك. عنده مشكلة؟ لا لا، عنده مصيبة. مصيبة عودك. الله يكون في عونه. الله يكون في عونه. انزين وين هو الحين؟ هو قايم وبالطريق. قايم بالطريق؟ عقب خلينا نروح له الشارع، يمكن من كثر ما متعب ما قدر يوصل. والله كلامك معقول يا ولدي. خلينا خلينا نفضل. لا حول قوة الا بالله العلي العظيم. ما بغى يموت الا في سيارتي. الناس كلهم بيسألوني الحين وين مات في سيارة سعيد. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا خاف الشبح ماله بس يسكن عندي في السيارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وين طلعت لي هاي المصيبة؟ من وين طاحت على راسي؟ ما تشوفوا عندي ميت؟ شو تبون؟ أمي خالد بيّن؟ ها؟ خالد؟ إيه بيّن؟ أختي أحكي علي، عندي ريال ميت داخل السيارة. ميت؟ وشعارنا سيفي بالخنجر عمانيه. عمي معيوب. نعم. اعطيتين الريال اذا فزنا اليوم؟ بس ريال؟ هيوا قبل ان اليوم عاد منك انك في البيت مسوي قوشع وملح ولا يهمك وقتها في الريال حالك. عجب فايزين اليوم. مسدد مع عمي.
تعال هنا اقول لك خليك مرحب بالدريس تروحهم قابل الزباين اعطيهم شاهي قهوه الموع عصير كل شيء بباغي نعطيهم اللي ينزل وخليك مره متحرك متحرك اقولك مره تسحب الريحه يلا تحرك ان شاء الله ان شاء الله يلا يا حضرة الضابط أنا متأكدة أن أخوي سعيد بريء. هي نعم إحنا في المستشفى الحين طبعا عشان ننتظر نتيجة التقرير. طيب ممكن حضرة الضابط أكلم أخوي شوية سعيد؟ ألو أيوة سعيد لا تخاف إن شاء الله إن شاء الله بتطلع من هذه المشكلة إن شاء الله. أمي أعطيني أكلم خالي. سعيد هذا سالم يبغى يكلمك. زين لحظة بس شوي. ألو خالي. ها خالي. لا تخاف لا تخاف أنت تراك محبوس على ذمة التحقيق. خليك أنت لا يهمك بس قوي قلبك وخليك شديد وقوي تراك أنت أحيانا ما تعجبني. مرحبا بالشباب. مرحبا تفضلوا حياكم الله. مرحبا بكم سهية ما شاء الله جايين اليوم تشجعوا المنتخب. اي والله وان شاء الله فايزين. امين ان شاء الله. شوف انت حتى القهوة اليوم ما شاء الله كلها نتبس باين. ان شاء الله كل يوم يلعب ويفوز بعد ان شاء الله. اقول عمي معيوب نعم طلعنا فهد الاحمر خليك هو شايل حسابك حبيبي بحتاج من كتابة الحاجة والدي لك عاد المهم ما تجلسوا يا رابشتكم تكسروا لي الطاولات والدراسات مجي؟ مرحلة أقول يا الله يهدينا فرحة لكن عمري ما شفت الفرحة بتكسر الطاولات والقلاصات بعد خلونا نفوز وبعدين يصير خير وأهم شيء النتيجة. نحن إلى متى جالسين ننتظر النتيجة؟ ماشي وقت البر تو الحين تبدأ مباراة المنتخب ومباراة اليوم مصيرية. اللي يهمني الحين إنه يخرج أخوي من المصيبة. بعدين إن شاء الله وبإذن الله الأحمر فاز. إن شاء الله خالي سعيد يطلع براحة وبعون الله منتخبنا الأحمر فاز. نحن بانتظار دخول لاعبنا الكبير عماد هو ما وحينا عليه. لا عماد اليوم ايش رايكم في مباراتنا ان شاء الله مع مباراه المنتخب البحريني؟ ايش استعداداتكم وايش امكانياتكم الفنيه وايش اللي اضاف المدرب في مباراه القادمه اليوم باذن الله؟ تفضل عماد. والله بسم الله الرحمن الرحيم وش ان شاء الله تعرف ان هذه المباراه مهمه ومباراه مع البحرين منتخب الشقيق البحريني وان شاء الله اتمنى ان نفرح جمهور الشعب العماني ان شاء الله باكملها ان شاء الله ان شاء الله نتمنى نقدم مستوى طيب نطلع نتيجة إيجابية حلوة إن شاء الله. بسم الله وبالله نبدأ مشاهدينا الكرام معكم الرحلة التي تحدثت عنها نحو لقب طال انتظاره ونحو لقب نمن النفس إن شاء الله من خلال هذا اللقاء وكلنا ثقة بلاعبي منتخبنا الوطني وثقتنا بالله أكبر.
لو سمحت خير بشرنا ايش صار بالتقرير؟ شيء يا دكتور، ترى خالد سعيد تحوّر. يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه، الراجل مات بسكته قلبيه. ها؟ سكته قلبيه؟ الله يرحمه. لا ضعفه قلبيه؟ الله يغمد روحه الجنه ان شاء الله، لكن خلاص خالد سعيد يعني بريء. الان محاوله لمصلحه المنتخب البحريني، الخطا يلعب والمحاوله تلعب تتخلص تتخلص. برافو يا شباب، برافو يا شباب. يلا يا محمد صبحي، الاربع ما مرن، الاربع ما مرن خلاص، اعتقد بان الاربع دقائق مرت، الاربع دقائق مرت. حسين مظفر يخلص صار. يلا يا صبحي خلص صار، قالت لوحدك ان شاء الله حزين، ايش ان شاء الله خير ان شاء الله؟ لا انا مو حزين، لكن بس قاعد على الشيء اللي يصير من بعد المباراه، بعد كل مباراه كل فوز يعني بنخوضها، فهذا شيء محزن صراحه. احنا بالعكس فرحه الجمهور الامان تهمنا، وهذا اللي نسوي كله عشانهم هم، بس ما عشان شيء احد ثاني يعني.
بس يعني الشيء اللي يحزنني يعني اللي تصير بعد الفوز، بعد كل مباراة نفوز فيها، الأحداث اللي تصير اللي نسمع عنها دائما، حوادث، واسمع دائما حد متوفي، واسمع الشغب يصير طبعا في الشوارع، فهذا ما من مصلحة يعني الوطن العام يعني. فنتمنى ان الجمهور دائما مثل احنا ما نفرحهم انه يوقفوا عندنا يفرحونا يعني، فهذا يسعدنا صراحة ان نشوف جمهور يفرح بالفرحة اللي تليق يعني، ما نشوف احد يكسر اشياء ثانية ولا نسمع ان احد متوفي، فهذا شيء يحزننا. احنا نقدم في الملعب عشان نفرح الجمهور، فهذا اللي نريد احنا دائما، مثل ما نفرح الجمهور، الجمهور نفسه لازم يفرحنا، ما يصير يحزننا يعني نسمع اخبار سيئة في الوطن في عمان. زين عماد، ايش توقعاتك بالنسبة للمباراة النهائية؟ ان شاء الله باذن الله راح نفوز ان شاء الله ونقدم مباراة جيدة، وكل نفس كل مباراة يعني نخوضها، بس اهم شيء ان الجمهور بعد المباراة يفرحنا، ما يحزننا نسمع اخبار نفس المباراة اللي راحت قبل يعني.